ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة: وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه. أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها. نعم. لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك، فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش هذا الكلام. نعم. أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء، وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم. نعم. صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول: كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين. لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل. والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها، فقال: أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه، لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه، ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه يخاف أن يلزمه به فإننا لا نعيده في هذه الحال. في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال: علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا.
ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟ هذه عليه ثياب ما هي قسمة، لأن ثيابها الطفل يعتقد أن هذا قسم أو ربما. على كل حال هو أراد بهذه الصيغة نعم كما ذكرت نعم. أن يلزم صبيه بهذا الشيء نعم. أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه نعم. كما قال نعم ثيابه عليه، لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات جيدة؟ ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت نعم. أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي نعم. هي لا عيب.